السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنقادو واحد الفرض الاول ديال الدورة الثانية في مادة الفيزياء والكيمياء. ليكزيرسيس 1 كومبليتي لي فراز سويفون بار سو كي كونفيان ان كور اي واحد المجسم اي اون سي سا بوزيسيون شانج بارابور ا ان اوتر كور ابيلي لو. الموقع ديالو كيتغير على حسب واحد لاكور اخر واحد لوبجي اخر كيتسمى le. هنا encore est en mouvement si sa position change par rapport à un autre corps appelé le référentiel. La moyenne d'un objet mobile est le quotient de la distance parcourue d. واحد الحاجة متوسطة ديال واحد الأوبجي هو القسمة ديال la distance المسافة parcourue المقطوعة d اللي كترمز بالd par la على du parcouru d. يعني هنا كتذكرنا بواحد القاعدة V كتساوي D على T. يعني هنا سي لا فيتاس مويان دان اوبجي موبيل اي لو كوسيون دو لا ديستونس باركورو D بار لا دو باركورو T. هنا هنا T تي شكون هو هو لو طون ولا لا دوري. لا فاتيغ اي لي دروغ انفلوي سور لو طون دو دو كوندكتور سو كي انفلوي سور لا نفرا عاوتاني دو ريفليكسيون دو فيكول. لا فاتيغ اي لي دروغ انفلي سور لو طون العيا و المخدرات سور لو طون كتاثر على طون ديال المده الزمنيه كنسميوها سميتها هنا غنكتبوها سي دو رياكسيون دو كوندكتور سو كي انفلي سور لا شي حاجه ديال دو فريناج اون فيكول ديال لا ديستونس دو فريناج دو فيكول. De donner le type du mouvement correspondant aux expressions suivantes. A. Tous les segments du corps mobile gardent la même direction durant ce mouvement. Tous les points du corps mobile ont des trajectoires circulaires centrées sur le même axe. Le jumelé Lula, c'est un mouvement de translation ou B. Mouvement de rotation. En dessous, 3. Convertir à l'unité demandée. V katsawi 180 km par heure égale à 180 à la tleta facile sta katsawi 30 m par seconde. V katsawi 20 m par seconde katsawi 20 fois tleta facile sta katsawi 72 km par heure. 4. Écrire l'expression des grandeurs suivantes. La vitesse V en fonction de distance parcouru D et la durée du parcours T. C'est V égale à D sur T. La distance V d'arrêt DA en fonction des distances de réflexion DR et de freinage DF. C'est DA égale à DR plus DF. En dessous d'abord, l'exercice 2. Une voiture roule sur une trajectoire droite. Automobile qui marche sur la trajectoire. هذا المسار اي باركور اون ديستونس دي وقطعت واحد المسافه اللي هي دي كتساوي 40 كيلومتر اون ان طون فواحد الوقت تي كتساوي 0.5 اور اللي هي نص ساعه. ان كومبليتي لو طابلو سويفون بار وي او نو غنكملو هاد الجدول. هنا لو كونديكتور واش هو اون موفمون بارابور ا سا فوا ا لا فواتور نو او لو كونديكتور اون موفمون بارابور ا روت سي Oui. Un arbre à côté de la route, est-ce que en mouvement, il est en mouvement par rapport à la voiture? C'est oui. Et un arbre à côté de la route, est-ce que c'est en mouvement par rapport à la route? C'est non. De donner le type de mouvement de cette voiture. On a tout le nom idéal de la haraka de la voiture. C'est un mouvement rectiligne. 3. Calculer la vitesse moyenne V de cette voiture en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. On va d'abord la vitesse moyenne V. On a D, il y a la distance, ou T, il y a le temps. Yani, on a V, on a la vitesse moyenne, on a D, on a T. On a un autre de la prime de l'homme, on a le kilomètre, on a ça, on va d'abord le temps. المتر على السكون.
في ام كتساوي دي على دي كما قلت لكم كتساوي 40 كيلومتر، 0.5 كتساوي 80 كيلومتر على الساعة كتساوي 80، يعني 3.6 متر على السكوند كتساوي 22.22 متر على الساعة. Dans un certain temps, la voiture roule à une vitesse V كتساوي 30 متر على سكوند pendant une minute. فواحد من بعد فواحد من بعد واحد لو طون ديك الطوموبيلة اللي كتمشي بواحد لا فيتاس اللي كتساوي 30 متر اللي كتقطع 30 متر في الثانيه فواحد دقيقه. كاتر كالكولي لا ديستانس دي باركوري بار سيت فواتور بوندون 7 مينوت سي اون في كتساوي دي على تي، دونك دي بريم كتساوي في فوا تي كتساوي 30 فوا 60 كتساوي 1800 متر كتعطينا 1800 متر. 5 كيلي لا دوري دي بريم كو لا فواتور فا متر بور باركورير لا ديستانس دي اون 40 كيلومتر اون رولان على فيتاس في بريم كتساوي 30 متر لا على تانية. نلقى شكون هي المدة دي بريم اللي ديك لا فواتور غتقطع فيها 40 كيلومتر اون غولون على فيتاس وكتمشى بواحد لا فيتاس اللي هي 30 متر على الثانيه. اون في كتساوي دي على تي، اذا دونك تي بريم كتساوي دي على في، اي دي كتساوي 40 كيلومتر كتساوي 40 فوا 1000 متر كتساوي 40000 متر. Alors T prime كتساوي D sur V كتساوي 40000 sur 30 كتساوي 1333.33 سكوند كتساوي 22 مينوت و 13.33. Après un long temps de conduite et lorsque la voiture roule à une vitesse V كتساوي 90 km par heure, le conducteur aperçoit un danger sur la route à une distance de 80 mètres, ce qui le poussait de freiner. Mais ben واحد لو طون ديك الطوموبيله باقا في الطريق lorsque la voiture roule en vitesse, يعني ديك لا فواتور كتمشى بواحد لا فيتاس اللي هي 90 كم للساعه، لو كونديكتور aperçoit un danger, شاف السائق واحد الخطر قدامه. La route à une distance de 90 كم و في ديك يعني بينو وبين داك الخطر 90 متر، سو كي لو بوسي دو فريني، وهادشي اللي دفعو باش يفراني يعني يوطى على الفران. اون دون تي ار كتساوي 1.5 سكوند، هادي لو طون دو رياكسيون، فهاديك ردة الفعل فهاديك الوقت اللي استغرقو هو ثانية ونص، و دي اف لا ديستونس دو فريناج كتساوي 56 متر. فهاديك لا ديستونس فاش فرانا يعني سي 56 متر. 6 كالكولي لا ديستونس دو رياكسيون كو لا فواتور باركور دوران لا دوري تي ار، حنا خاصنا نحسبو ديك المسافة ديال لا رياكسيون لي ديك لا فواتور دوزاتها في لو فرينمون ولا في لا دوري تي ار. فهذا لا دوري ديال 1.5 شحال قطعات فاش في هذه المده ديال ديال المده ديال لو طون دو رياكسيون. حنا قلنا في كتساوي دي على تي، دونك دي كتساوي في فوا تي، هادي متفقين. في كتساوي 90 كيلومتر للساعه، السرعه المتوسطه اللي عطاونا هي 90 كيلومتر على الساعه، يعني 90 على 3.6 كتساوي 25 متر للثانيه، يعني هو كيضرب 25 متر للثانيه. وحنا عندنا قطع لو طون دو رياكسيون هو ثانيه ونص، يعني الوغ دي ار كتساوي في فوا دي ار اللي هي 25 فوا 1.5 كتساوي 37.5 متر. في لو طون دو رياكسيون هو قطع فيها 37.5 متر. كالكولي لا ديستانس داري دي ا اي ديدوير سو سي لو كونديكتور فا ايفيتي لو شوك او نو. دابا قال لينا نحسبو، دابا قال لينا
نحسبو المسافه ديال الوقوف ولا اللي هي الدي ا اي دي دوير وغنستنتجو واش لو كونديكتور غاي ايفيتي ولا غيتفادى داك لو شوك ولا لا. عندنا الدي ا كتساوي الدي ار زائد الدي اف، لا ديستونس داري كتساوي لا ديستونس دو رياكسيون بلس لا ديستونس دو فريناج. عندنا دونك الدي ا كتساوي 37.5 من السؤال الاول، هي 37.5 زائد 56 اللي عطاونا في السؤال الاول في السؤال اللي قبل كتساوي 93.5 متر، هذه هي لا ديستونس داري. يعني لو كوندكتور نو فا با ايفيتي لو شوك car le danger est à 90 mètres et la distance d'arrêt est 93.5 mètres. يعني il ne va pas éviter le choc. D'abord, nous allons l'exercice 3. Un minibus واحد المينيبوس اسورتي دو توريت انيسي ا 8 اور اي اون باركوران ان ديستانس دي كتساوي 46 كيلومتر. دابا قال لك هذا واحد المينيبوس خرج من توريت انيسي مع 8 اي اون باركوران ان ديستانس وقتها واحد المسافه اللي هي 46 كيلومتر الى غيفا ا خميس كركدا، وصل الخميس كركدا اون 11:30 ووصل في كوركدا مع الساعة 11:30 في إلى سويفي سون باركو فيغ تازنخت إي أغيفا أسيت أندروا أون أونز أون أونزوغ سانكونت مينوت. من بعد مشى لتازنخت ولا كمل الطريق ديالو لتازنخت ووصل في ديك البلاصة مع 11:50. قال لك انا كالكولي لا فيتاس مويان في ان دو لا فواتور اونت توريت انيسي اي خميس كالكودا اون كيلومتر بار اور، غنحسبو ديك المود ديك السرعه المتوسطه باش غادي هو اون في ام كتساوي دي سور تي، تي كتساوي 46 كيلومتر، اي تي كتساوي 11 ناقص 8 كتساوي 3 اور اي 30 مينوت كتساوي 3.5 اور. دونك في ان كتساوي 46 على 3.5 كتساوي 13.14 كيلومتر الساعة. دو ساشون كو لا فيتاس مويان دو فواتور اونتر تازنخت دي خميس كوركدا اي في دو كتساوي 20 متر بار سكوند، كالكولي لا ديستونس كي سي باغ تازنخت دو خميس كوركدا. اون ا في كتساوي دي على تي، دونك دي كتساوي في فوا تي، تي كتساوي 11.50 دقيقة ناقص 11 كتساوي 20 مينوت كتساوي 1/3 اور، يعني في دو كتساوي 20 مينوت بار سكوند كتساوي 20 فوا 3.6 كيلومتر بار اور كتساوي 72 كيلومتر بار اور. الوغ دي كتساوي في فوا تي كتساوي 72 فوا 1/3 كتساوي 24 كيلومتر. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا وكيسالي الفرد ديالنا، متنساش تحط معاك واحد اللايك، تفعل جرس التنبيهات وتشترك في القناة الى باقي ما اشتركتيش. شكرا.